السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه معاكم الشيف دعاء. إيه إن شاء الله رب العالمين. النهاردة هنعمل وصفة سريعة جدا وبسيطة أوي، سريعة في التحضير. يعني هنعمل النهاردة، هنعرف إزاي ندمس الفول. هنعرف إزاي ندمس الفول علشان كلنا طبعا بنحب الفول، وفي بنفطر ونتعشى منه، وكمان عشان رمضان. كل سنة وانتم طيب، كل سنة وانتم طيبين داخل علينا. يعني أنا محتاجة طبعا كمية الفول اللي انت عايزة تدمسيها دي حسب عدد افرادك انت وحسب ما بتحبي. ممكن تدمسي وتحطي، ولما يبرد تحطي في اكياس تحطي في الفريزر، او ممكن تعملي يعني كل يومين مرة او كده، زي ما انت عاوزة. طبعا زي ما حضرتك عاوزة تعملي. انا بالنسبة لمقاديري، انا عاملة كوباية ونص فول، انا كوباية ونص فول وثلاث معالق فول مدشوش بتاع الفلافل، كوباية ونص فول بتاع الفول عادي بتاع التدميس، بحط عليهم 3 معالق فول مدشوش بتاع الفلافل، بنقعهم لمدة ساعتين، مش اكتر من ساعتين ومش اقل من ساعتين. عايز اي اكتر دي حاجة ترجع لك انتي، ممكن مفيش مشاكل، بس انا عن نفسي بنقعهم ساعتين. وبحتاج 3 معالق عدس اصفر، انا غسلاه وحطاه في المصفى يتصفى اهو. وبحتاج ليمون وبحتاج خل، بس كل اللي انا عاوزاه. هنقول تاني كده، كوباية ونص بالنسبة للمقدار اللي قدامكم ده، كوباية ونص فول تدميس، عليهم 3 معالق فول مدشوش، 3 معالق فول على الكوباية ونص، بحط 3 معالق فول مدشوش. بحتاج ليمون، بحتاج 3 معالق عدس اصفر، انا غسلاه وحطاه في المصفى يتصفى، وبحتاج خل طبعا. وانا نقعت الفول دهوت بقاله ساعتين، انا نقعاه. كل اللي انا بحتاجه انا بحطه عندي، سواء بقى في الفوالة او في حلة ألمونيا تكون تقيلة او كده، حسب المتوفر عند حضرتك. حسب المتوفر عند حضرتك دي ما فيهاش يعني ما فيهاش اي تعقيد او اي حاجة، المتوفر عند حضرتك عادي ما فيش مشاكل منه. انا بنزل بالفول، انا غاسله الفول ده على الفول ده ونقعهم الاثنين ومصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنزل عليهم بالعدس، وطبعا انا مسخنه لهم ميه. لازم لما اجي ابدا واحط الفول على النار او ابدا تدميسه، ما بحطش ميه من الحنفيه، لازم اكون غاليه الميه بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشوف عيار الحلة بتاعتي ايه، والفول وصل لغاية فين، بغطي 3/4 الحلة، 3/4 الحلة بعد ما بحط الفول بغطيه بالمية السخنة، وبعدين بحطه على النار، بحطه على النار، اسيبه الاول كده من غير ما اغطيه، اسيبه يغلي، ياخد يعني 10 دقايق يغلي جامد جدا، 10 دقايق يغلي، يغلي غليان غليان يعني. وبعد كده اروح حط عليه، اعصر عليه نص ليمونه، اعصر عليه نص ليمونه واضيف عليه الخل. يبقى انا ركزوا معايا، انا مش هحط الخل او الليمون اول ما احطه على النار، انا هسيبه على النار الاول يغلي زي ما هو كده، انا ضفت له الميه السخنه، هسيبه على النار يغلي زي ما هو كده لمده 10 دقائق، يغلي غليان مظبوط، يغلي جامد قوي يعني. وبعد كده هوطي عليه، انا بوطي عليه وبحط له الشياطه بتاعه الرز اللي بنحطها تحت الرز علشان يتشرب، بحط الشياطه وبحط حله الفول او الفواله بتاعه الفول. وبعدين اول ما يغلي انزل عليه بعصير نص ليمونه، وانزل عليه بمعلقتين الخل. طبعا هتشوفي بقى لون للفول رهيب، هتشوفي اللون الذهبي الجميل قوي قوي، لان الخل ماده بتفتح، والليمون برضو حمضيات، مواد دول كلهم مواد بيفتحوا اللون، غير ان هم بيحفظوه وبيدوا له طعم، فهم بيفتحوا لونه قوي. وبعد كده هغطيه بقى واحكمه خالص واحطه على الشياطه بتاعت الرز، افتح عليه بعد ساعتين ان شاء الله رب العالمين، افتح عليه بعد ساعتين، افتح عليه تاني بعد ساعتين، اكون برضو مسخنه ميه، اكون
اكون برضو مسخنه له ميه، مش هغطي بقى الحله ميه او تلات ارباعها ميه، لا انا هحط عيار كوبايه ميه بالعين كده، هحط عيار كوبايه ميه واغطيه تاني وما افتحش عليه بقى ان شاء الله رب العالمين غير بعد ساعتين تانيين. هو الفول بياخد على النار بياخد من 4 ساعات ونص ل5 ساعات، حسب ما حضرتك او حضرتك حسب انتوا ما بتحبوا الفول، حباية الفول طرية قوي او طرية وسط، دي حاجة بقى السوى ده برضو بيرجع لكم انتم حسب ما بتحبوه. انا هغطيه بعد ما يغلي 10 دقايق، هضيف معلقتين الخل وهضيف نص الليمون واغطيه غطى المحكم بتاعه واحطه على الشياطة واوطي النار عليه خالص، مش هفتح عليه خالص غير بعد ساعتين علشان الهوا ما يتاكسدش معاه، مش هفتح عليه غير بعد ساعتين. افتح عليه اكون انا غاليه ميه عيار كوبايه ميه، احط كوبايه الميه واقفل عليه تاني واسيبه برضو على الشياطه على نار واطيه جدا، اوطى حاجه في عين البوتاجاز الصغيره اسيبه عليها ساعتين كمان، ومن بعد الساعتين بقى اقدر افتح عليه عادي، اقدر بقى اتحكم في السوا بتاعه، ممكن يكون خلاص طاب او ممكن يكون استوى زي ما حضراتكم عاوزين، ممكن تسيبوه كمان نص ساعه ما فيش مشكله، وان شاء الله بالهنا والشفا. والوصفه دي هتعجبكم جدا ومريحه جدا جدا، وانا مستنيه تعليقاتكم ومستنيه ارائكم ومستنيه طلباتكم على القناه ان شاء الله رب العالمين. بالهنا والشفا، سلام عليكم.